واصبر على السن يا أيها السني، واصبر على الفقر يا أيها السني، واصبر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اصبر، اصبر على الفقر، واصبر على الأذى، حتى على الأذى من الحكومة. إياك أن تحدثك نفسك وتقول سنقوم بثورة وانقلاب تسفك دماء المسلمين، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أقول يا أخوان، المجتمع الذي نعيش فيه محتاج إلى تربية. نعم، محتاج إلى ماذا؟ إلى ألف واحد مثل الشيخ بن باز وألف واحد مثل الشيخ الألباني. في جميع البلاد الإسلامية يربونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد وعلى أيضا الدعوة إلى الله برفق ولين.